الاستدامة مهمة الأولى إدارة الحوار والحفاظ على ديناميكية الحوار في مجلس الإدارة لتحقيق غايات الشركة. طيب خلونا اليوم نسأل كيف يوصل الاتش ار بروفيشنال انه يكون رئيس تنفيذي، وهذا قليلا بالمقارنه مع سواء الفنيين او الماليين اللي يكونوا رؤساء تنفيذيين. واحد يفرح لما يعني يرى مؤسسه من المؤسسات يعني اتخاذ القرار يبدا من ادنى مستوى الى اعلى مستوى، يعني بما معناه انه حاليا الادارات الجديده يعني لا تعمل توب داون، بالعكس تعمل بوتوم اب، يقوم بتاهيل الكوادر الموجوده داخل المؤسسه بالاضافه الى استقطاب الخريجين من خارج المؤسسه تهيئتهم قبل افتتاح هذه المقاعد. العماله تختلف من شركه لشركه، مثلا النقل البحري العقارات مدينه بحاره لهم خصوصيه في القرارات الاخيره، لانه في حالات ذلك لا يعني مش لا يعمل منفصله، ولكن مثلا سلم الرواتب مختلف عن سلم الاخرين، اذا هذا بالنسبه لنا عملنا حصل القطاع بالزميله المساعده يعني في الحمد لله عندنا الحلاق مثلا في الحق عليه، ولا بد ان اعتقد في مؤسساتنا في مدارسنا في مؤسساتنا في كل شرائح المجتمع نهيئ المجتمع لهذه الثقافه. مؤشرات الاداء لقياس اداء الموظفين، لقياس اداء الادارات، هذه واحده ايضا من التحركات اللي جالسه تحصل او التغيرات اللي جالسه تحصل في قطاع الموارد البشريه. اصبحت المؤسسات الان تضع نفسها مؤشرات اداء، بعد كده هذه المؤشرات تفصل على مستوى الدوائر، وداخل كل دوائر مؤشرات اداء توزع على الموظفين بحيث ان كل موظف يتم قياس اداءه من خلال هذه المؤشرات، وما هذه يعني تغييرات مهمة جدا على مؤسسات تعليم عالي أن تواكب متطلبات سوق العمل. على سبيل المثال إذا قررت السلطة وهي تنشئ سكك حديد، على مؤسسات تعليم عالي أن تتواكب مع ذلك بأنه تستحدث برامج يعني تلبي احتياجات سوق العمل.